بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهارده موضوع من أهم المواضيع اللي بتشغل اهتمام مدمرين وكل المهتمين بسباقات الهجن. موضوعنا هو عن ارتفاع اليوريا في هجن السباقات. قبل ما نخش في الارتفاع ده، طبعا بنوه إن اللي عايز يكمل إن شاء الله الفيديو كامل موجود على قناة كاميلا وان على يوتيوب. هنتناول في الفيديو ده أول شيء ما هو اليوريا أو ما هي اليوريا، تعريف اليوريا، وأسباب ارتفاع اليوريا، العلاج والوقاية. ده باختصار شديد الجزء اللي هنتناوله بإذن الله في الفيديو ده. بالنسبة للجزء الأولاني اللي هو عن تعريف اليوريا، اليوريا دي عبارة عن مادة كيميائية هي ناتج التمثيل الغذائي للبروتين. البروتين كأحد عناصر الغذائية الهامة جدا، بعد عملية الهضم بتتحول إلى مركبات صغيرة اسمها الأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية دي بتخش الجسم عن طريق التمثيل الغذائي، إما في مرحلة بناء الجسم والأنسجة المختلفة، أو في هدم في حال لو كان في قصور في الطاقة في الجسم، فبيبدأ الجسم يكسر الأمينو أسيدز دي أو الأحماض الأمينية ويحولها لطاقة. بعد ما تتحول لطاقة ونتيجة كل التمثيل الغذائي اللي بيحصل للأحماض الأمينية، بينتج أحد هذه المركبات الناتجة عن التمثيل الغذائي ما يسمى باليوريا. طيب هي النسبة الطبيعية لليوريا؟ النسبة الطبيعية لليوريا في هجن السباقات ما بين 8 ل 28 ملي جرام بير ديسي لتر أو لكل 10 ملي. طبعا النسبة الطبيعية دي هي اللي تمثل النسبة المثلى، لأن في نسبة طبيعية وفي نسبة مثلى، بمعنى إن لو عندي مطية اليوريا بتاعتها 23 دي مش نسبة مثلى، دي بالعكس دي مطية فيها مشاكل. فالنسبة المثلى لليوريا بتبقى من حوالي مثلا من 10 إلى 16 مللي جرام، دي بتختلف على حسب العمر، على حسب الفصل، كان فصل الشتاء بتزيد اليوريا عن فصل الصيف. ففي عوامل بتخش، عوامل طبيعية بتأثر على ارتفاع وانخفاض اليوريا. ده كان باختصار شديد عن تعريف اليوريا. في حاجة اسمها يوريا سايكل أو عملية الريسايكلينج لليوريا، إعادة استخدام اليوريا، إعادة تدوير اليوريا. ودي موجودة في معظم المقترات، ولكن في الإبل بالذات لها أهمية كبيرة جدا، وأحد الخصائص الفسيولوجية اللي ربنا بيميز بيها الإبل عن بقية الكائنات الحية. لو تعرض الإبل وبيمشي مسافات بعيدة بدون أكل، فبيبدأ يفقد وزنه، ولكن بيفقد بعد فترة طويلة. ليه؟ لأن الإبل لها قدرة إنها بتستعيد نواتج عملية هضم البروتين وترجعها تاني عليه الكرش بتاع الإبل وتستفيد بيها تاني في إنتاج بروتين. العملية دي بيسموها عملية اللي هي اليوريا ريسايكلينج أو إعادة استخدام اليوريا. هنا بيحصل ايه؟ ان الكلى في عمليه الفلتريشن، عمليه ترشيح اللي بيحصل في الكلى، بتستعيد اليوريا تاني. وبعد ما بتستعيد اليوريا تاني بتخش للدم. يبقى بتستعيد اليوريا وبتصل للدم، وبعد كده من خلال الدم عن طريق الغدد اللعابيه بتستخلص اليوريا من الدم وبتفرزها من خلال اللعاب لوصولا الى الكرش علشان تستخدمها الميكروبات الموجوده في الكرش، الميكروبات النافعه، في انتاج احماض امينيه مره اخرى. وبالتالي اصبحت اتحولت ماده اليوريا من ماده مضره موجوده في الدم الى ماده نافعه عن طريق تحويلها الى احماض امينيه مره تانية. طيب بعد كده في عوامل بتاثر على عمليه التدوير دي، يعني في عوامل بتزود وبتنقص عمليه التدوير دي. اهم عامل وهو البروتين. كان في اعتقاد خاطئ، وانا عندي شخصيا كنت اعتقد ان زياده البروتين بيكون له تاثير ضار، او اي زياده بروتين، يعني كنت بعتقد ان في من البروتين من 9 من اكتر من 9% او 10% كروت بروتين او بروتين خام في العلاقه، ده بيكون عامل من عوامل زياده اليوريا. والحقيقه ان نقص البروتين الى اقل من 9% 7 او 8% هو عامل اساسي لارتفاع اليوريا. ليه؟
قلة البروتين بتحفز الجسم انه يعيد تدوير اليوريا، فاليوريا بتخش تاني بتزيد في الدم، يعني بتحفز الكلى انها تعمل اعادة ترشيح لليوريا ودخولها تاني في الدم. ففي تجارب وابحاث اتعملت ان اعادة استخدام اليوريا او العملية اليوريا ريسايكلينج دي بتزيد الى من 47 الى 86% في حال انخفض البروتين من 13 و6 من 10 الى 6.1 من 10. 6.1 من 10 تقريبا هي نسبة البروتين الموجودة في الشعير، من 6 الى 7 من 10% من البروتين، كرود بروتين يعني. طيب ده كان عن ناحية اللي هي البروتين الخام. كمان بيقل تدوير اليوريا الى اقل من 10% في حال لو كان في ارتفاع في البروتين. يبقى ارتفاع البروتين، بس طبعا الارتفاع البروتين هنا المقصود بيه مش ارتفاع بروتين اللي اكتر من 30% او 40%، لان هتبقى طبعا بيجيب بنتيجه عكسيه، ولكن المقصود هنا ارتفاع البروتين انه عدم استخدام علي ذات ماده بروتين اقل من مثلا 10% او 9%، وعدم استخدام اعلاف ذات بروتين عالي جدا اكتر من مثلا من 20 25%. لكن لازم يكون حاجه مهمه جدا، بس مش بس مجرد البروتين الخام، ولكن نوعيه البروتين، لان في بروتين صعب الهضم. استخدام نوعيات جيده من البروتين سهله الهضم اللي هي بيسموها الدايجستبل بروتين، في كرود بروتين وفي الدايجستبل بروتين. مش كل البروتين اللي بيستخدم في العلاقة بيكون بروتين بيهضم. في كميه من العلاقة مثلا زي استخدام الشعير، بيستخدم الشعير في معظم المدمرين هيجن السباقات بيعملوا عمليه زي بيتحط في الميه فتره، وبعد كده بيستخدم كحبه كامله، الحبه كامله بتستخدم، بعد بيستخدم الشعير المجروش، وده شكل اصح، والبعض بيستخدم الشعير اللي هو الحبه الكامله، وده بجزء كبير جدا من الشعير بيخرج من الفضلات زي ما هو بدون ما يحصل له اي حاجه، فده بيعتبر هدر للاعلاف بدون ما يستفيد منها الجسم. ده كان عن اعاده استخدام اليوريا او الدوره لليوريا اللي بيتم داخل الجسم. كمان من ضمن الحاجات اللي بتاثر على استخدام اليوريا وهي نوعيه الالياف. استخدام التركيز على الاعلاف من خلال الحبوب زي الشعير، زي الشوفان، زي بعض انواع الحبوب الاخرى، او بعض العلاقة المركبه اللي برضو معظمها عباره عن حبوب اللي هي بيسموها الكونسنتريت او المركزات، والاغفال الحشائش او الالياف، ده بيكون عامل اساسي من عوامل ارتفاع اليوريا. ومش اي انواع من الالياف، الالياف الجيده، لان ممكن استخدم بعض انواع الجت او الحشائش الخضراء، ودي بتكون عامل من عوامل زياده اليوريا. طيب هنخش بقى على ارتفاع او عوامل ارتفاع اليوريا في هيجن السباقات. اول حاجه، في حاجات بتكون بتأثر على ارتفاع اليوريا، وزي ما اتكلمنا من فصل، سواء كان فصل الصيف او فصل الشتاء. فصل الشتاء طبيعي الابل بيقل شربها للميه، وده بيكون عامل من عوامل فسيولوجيه اللي بتؤدي لارتفاع اليوريا، ده عامل فسيولوجي. زياده الاحمال في التدريبات، زياده الاحمال في التدريبات بيكون عامل اساسي من ارتفاع اليوريا، لانه بيعمل حاجه اسمها هيم كونسنتريشن، بيزود المكون الخلوي عن المكون البلازما، وده بيزود اللي هو بيركز اكتر نسبه اليوريا في الدم. الاكثار من استخدام بعض الادويه، خاصه الادويه مدرات البول ومضادات الالتهابات، دي بتؤدي الى ارتفاع اليوريا، اللي دي بتزود عمليه اللي هو الفلتريشن، الجلوميرولر فلتريشن اللي موجود في الكلى، زي مثلا المركبات اللي بتحتوي على زي الدايزنون بيحتوي على كلوروسيازيد، بعض المركبات اللي بتحتوي على الديكساميثازون، بعض المركبات المضاده للالتهابات بانواعها الكثيره، فينيلبوتازون، فينوكسيل، كل ده من العوامل اللي بتاثر على ارتفاع اليوريا في الدم. استخدام بعض العلاج بالوسم، الوسم بيؤدي لارتفاع، ولكن ده ارتفاع فسيولوجي، يعني مش ارتفاع مرضي، بيرتفع وبعدين بينخفض بعد فتره. الاستخدام على او اعلاف ذات نوعيه بروتين او كميه بروتين خام
قليله، استخدام اعلاف ذات كميه بروتين خام قليله، او استخدام اعلاف ذات تحتوي على بروتين ولكن اللي درجه الهضميه بتاعته او الديجستبيليتي بتاعته قليله. ده من العوامل اللي بتؤدي لارتفاع اليوريا. استخدام علايق ذات جوده الياف قليله، اتكلمنا عنها. استخدام اعلاف ذات طاقه قليله. ايه اللي بيحصل هنا وخاصه في هجن السبات؟ هجن السبات بتحتاج الى طاقه عاليه. اذا ما كانتش الطاقه دي متوفره من الكربوهيدرات ومن الدهون، فبتلجا الابل انها تكسر البروتين، يعني بتكسر من دي بيسموها عمليه الهدم. زي الانسان لما بيجي فتره بيجي يعمل عمليه تخسيس، فبيبدا الاول الجسم ياخد الدهون، وبعد ما بيخلص الدهون يبدا ياخد البروتين، فبيبدا يقل الوزن جامد وتاثر العضلات. ده تاثير سلبي في نقص الوزن. ده اللي بيحصل لو كانت العلايق ما بيكفيش الطاقه المحتاجاها هجن السباقات، فبتبدا تتكسر الاحماض الامينيه، وبالتالي ودي نقطه مهمه جدا، بترتفع اليوريا. اذا في هجن السباقات اما تكون كميه الاكل ونوعيه الاكل المقدمه للهجن لا تتناسب مع الطاقه اللي بتحتاجها، بالتالي بتلجا الهجن الى تكسير البروتينات وزياده اليوريا. موضوع تاني مهم جدا ونركز عليه، استخدام علايق ذات طاقه قليله او لا تكفي احتياج الهجن، تلجا الهجن الى تكسير البروتينات وبالتالي بتزيد ناتج عمليه هذا التكسير اللي هو بيسموه امينو اسيد اوكسيديشن، او اللي هي عمليه تكسير الاحماض الامينيه او اكسده الاحماض الامينيه، بينتج عنها زياده او ارتفاع في اليوريا. اختلال وظائف الكبد ده سبب من الاسباب المرضيه، ان 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 نتيجه سواء الامراض الحاده او الامراض المزمنه اللي بتصيب الكلى، زي مثلا اصابات البكتيريه، بتؤدي طبعا الى اختلال في وظائف الكبد، وبيكون العلاج فيها بمضادات حيويه. ده كان عن اسباب الارتفاع. العلاج عامل اساسي في العلاج عشان نعالج الارتفاع اللي هو الفسيولوجي، ان احنا نحاول نحفز الابل على انها تشرب ميه اكتر حتى لو كان بالتجريع. استخدام ادويه مدره للبول بتحتوي على، مش ادويه مدره للبول زي الدايرزون، زي الدايمازين، زي انواع كتيره من اللي هي بتحتوي، اللي هي حاجات كيميكال تحتوي على كلوروسيازيد او دايمينازين، لكن استخدم المركبات اللي بتحتوي على السترازين، اسف السترات البوتاسيوم، او بعض الادويه اللي بتحتوي على مواد فعاله عشبيه جايه من اعشاب. وبعض طبعا المدمرين ملاك الهيجن بيستخدموا الشعير المنقوع ليلا، يعني ممكن بعض الناس بتغليه او بتنقعه طول الليل وبتديه على الريق الصبح للابل، وده له مفعول يعتبر جيد جدا في خفض اليوريا. بعض الناس بتستخدم الحلبه، بتغلي الحلبه وبتديها برضه نفس الكلام. كل ده لا باس به ونتائجه جيده، ولكن ده كله احنا في اطار علاج ارتفاع اليوريا. لو في اختلال في وظائف الكلى نتيجه وجود التهابات، سواء التهابات حاده او مزمنه، فبالتالي بنبحث عن السبب. ممكن نحتاج عمل مزرعه عن طريق فحص البول وعمل مزرعه واشوف نوعيه البكتيريا واستخدام المضاد الحيوي المناسب الافضل طبعا، وده الحاجه المهمه جدا، هي الوقايه. لان في العلاج انا ما بعالج، بعد فترة بعد ما بينتهي كورس العلاج بعدها بأسبوع بترجع تاني اليوريا ترتفع تاني. ارتفاع اليوريا له أضرار على هجن السباقات، لأن ارتفاع اليوريا بيأثر على درجة البي اتش بتاع الدم، وبالتالي بيأثر على بيقلل من اللي هو البرفورمانس أو اللياقة بتاع الهجن، لأنه بيزود عملية الإجهاد اللي بتحصل في العضلات. لتجنب المشاكل ويعني هدر الوقت في العلاج واعاده تاني العلاج تاني، لانه بيحصل تاني بتكرر مشكله تاني، فالوقايه خير من العلاج. الوقايه اول حاجه باستخدام تصحيح العليقه، استخدام اعلاف ذات جوده بروتين كم وكيف، يعني بروتين كم وكيف، وبنقول من 11 الى 14% من البروتين يعتبر نسبه مقبوله، ولكن نرجع ونقول ان الكرود بروتين او البروتين الخام ليس هو المعيار الوحيد، ولكن ايضا بروتين ذات درجه هضم عاليه.
استخدام نوعية من الحشائش أو الجت ذات جودة عالية، ودي برضو نقطة مهمة، إن كتير من الحشائش اللي موجودة وخاصة مزروعة في أماكن بتفتقر لعناصر هامة زي السيلينيوم، زي الفيتامينز، بعض المعادن زي النحاس، وبالتالي بينعكس ده على مستوى الهجن، أو استخدام بعض المخصبات الزراعية عشان زيادة إنتاج الحشائش دي، لأن جودة الأرض ضعيفة، فالمخصبات الزراعية دي بيكون لها تأثير أيضا جدار على ارتفاع اليوريا. وكتير من المدمرين أو أي من له علاقة بهجن السباقات بيعرف إن الشكوى أساسية من الجت أو من البرسيم الأخضر بيكون استخدامه بيكون من العوامل بتزود ارتفاع اليوريا في الدم. لازم نحفز المطايا والهجن على شرب كمية كافية من المياه حتى لو بالتجريع زي ما قلنا. عدم استخدام أو عدم الإفراط في استخدام مدرات البول والأدوية المضادة للالتهاب، ولأن ده بيؤدي طبعا إلى زيادة ارتفاع اليوريا. في تجربة أنا شخصيا عملتها، لأن إحنا زي ما بنقول إحنا بنبحث عن إزاي إن إحنا نعالج مشاكل كتيرة جدا عن طريق التغذية، وخاصة استخدام طرق التغذية المتعارف عليها والتقليدية، ويعني عدم محاولة التغيير أو عدم المحاولة في تطويرها، ده بيؤدي إلى إن ما بيبقاش فيه حل كتير من المشاكل، أو إن إحنا بناخد وقت كبير جدا وبنهدر وقت ومجهود وفلوس في علاج مشاكل ممكن جدا تتحل عن طريق التغذية السليمة. من ضمن هذه المشاكل اللي هي موضوعنا النهاردة اللي هو عن اليوريا باستخدام أعلاف، هي عبارة عن أعلاف مزروعة في أماكن، طبعا علف نيوزيلندي استخدمته ومزروع من في نيوزيلندا في أراضي عالية الخصوبة، وبالتالي هتبقى المكونات الغذائية بتاعته كلها مستوفية. هو عبارة عن علف معمول بطريقة أو مصنوع بطريقة التخمر الحيوي لمحاصيل زي الشعير والبرسيم، ونسبة الهضم بتاعته بتبقى عالية جدا، كون إنه محفوظ بطريقة التخمر الحيوي ففيه نسبة خمائر حية، وده اللي بيسموها البروبيوتيك، وده بيساعد على تحسين الهضم الميكروبي. العلف ده تقريبا نسبة البروتين الخام فيه 14%، والأهم من نسبة البروتين الخام زي ما قلنا اللي هي الديجستابيليتي أو الهضم بتاع البروتين، هضم البروتين فيه عالي جدا. كان استخدمناه على حوالي 5 من الهجن السباقات، وكانت نسبة اليوريا في متوسط نسبة اليوريا في الخمس هيجن او الخمس مطايا حوالي 20.2 من 10 مللي جرام لكل دي سي لتر، وكان في بعض الهيجن بيتراوح يعني حوالي 3 حوالي 23 مللي جرام، بعضهم 18، ولكن المتوسط كان 2 كان 20.2 من 10. بعد 11 يوم من استخدام العلف نزل متوسط من 20.2 من 10 الى 13.8 من 10. التحسن اللي حصل ده، وبعد كمان استمر التحسن ده لحد 23 يوم ومستمر معانا الى الان، كان نسبه ثابته ما بتزيدش في اي في يعني في اسوء الحالات عن 14 او 15 في الملي جرام. اذا هي بتحافظ على النسبه المثلى من اليوريا، ما بتزودش حتى مع بعد التفحيم بعد التدريبات، نسبه اليوريا ما ارتفعتش تاني، نزلت الى حوالي متوسط حوالي 13.8 من 10 وفضلت ثابته. ده بيبين ان لو احنا اتجهنا لاعلاف يعني ذات جودة عالية، بالتأكيد بيكون له يعني له انعكاس ايجابي جدا على حل مشاكل كتير من مشاكل الهجن السباقات. طبعا الموضوع قد يخطر البعض في صورة دعاية المنتج، هو فعلا ما بننكرش انه فيه دعاية المنتج، ولكن الدعاية دي مبنية على تجربة، وتجربة خير دليل. احنا بنقول اي حد عنده مشاكل ومشاكل يوريا كتير من الناس بتعاني منها، ما عليه ان هو يجرب يستخدم هذا العلف، يعتمد عليه في تغذية تقريبا فقط بدون اي اضافات، لان كتير من الناس بتستخدم هو الاعتماد على الشعير والبرسيم او الجت الاخضر، هو فيه الشعير وفيه البرسيم بنسبة 70% الياف و30% من المركزات، يعني تقريبا هي النسبة المثلى في التغذية، فيمكن الاعتماد عليه تماما.
بان انا بديه بيستخدمه 2% من وزن الجسم على 3 او 4 وجبات في اليوم، يعني بدي لكل 100 كيلو جرام من وزن الجسم بدي له 2 كيلو جرام من العلف ده، بدون ما استخدم اي شيء تاني، بدون ما استخدم اللي هو الجت الاخضر او البرسيم الاخضر، بدون ما استخدم الشعير اللي هو الحبوب الشعير، بدون ما استخدم اي خلطات تاني، فقط استخدام العلف ده اللي هو علف فايبر باور. وبالتالي بيكون في جميع مشاكل اليوريا بتختفي الى الابد، وتحافظ على نسبه مثلى من اليوريا. وده اللي هنشوفه في الرسم البياني ده اللي عملناه. ده كان مع البدايه كان 20.8، وصل بعد حوالي 11 يوم الى 13.4، وفضل محافظ على، احنا بنقول حوالي 15 الى 16 مللي جرام، ده نسبه مثلى للهيجن السباقات. بعد 26 يوم فضل على المستوى المثالي لليوريا. انا بشكركم كتير جدا على الاستمرار في الاستماع للموضوع اليوريا، وبرجوكم متابعه موقع كاميلا وان من خلال موقع كاميلا وان على الانترنت www.kamilawan.com، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام @kamilawan، وان شاء الله بنشوفكم في مواضيع تانية مهمة. شكرا لكم.